مستحيل انا انحط بموقف سيء لحدا او سب حدا، فما بعرف كيف بلايك اخذتوها انه انا سبيت وسقت لبلد كامل. I think already كان مبين قديه بتحب السعوديه، و I think already كان مبين شو كانوا my Saudi girls لإلي، and I think هيدا كان كتير مبين. ما كنت عم فرجي هيدا الشيء عن يوم ويومين لتقولوا انه هي كانت عم بتمثل، انا كنت عم فرجي هيدا الشيء عن 4 سنين. يعني اذا الواحد بده يمثل يمثل نهار نهارين، بس انه 4 سنين صعب شوي. اتضايقت على الشيء اللي صار، كتير غيرني، خصوصا لانه حسيت انه كل العالم بتعرف انه شو مرقت بالمدرسة والبولينج وهيك، فحسيت انه عم برجع عيشها بس بدوز اكبر بكتير، وبدوز انه انا ماني قادرة اتحمله. كل شيء صار من بعدها كانت ردة فعل، يعني كل شيء انا عملته من بعدها وكل شيء انا حكيته من بعدها كانت ردة فعل على الترندز يلي طلعت علي، على التويتس يلي طلعت علي، على العالم يلي حكيت علي. هذا هو الموضوع وهذا هو كل شيء صار، وبس بتمنى انه نقدر نترك هذا الموضوع ب 2023. اليوم انا عندي قضيه وحده مستحيل اتخلى عنها. I'm not a political activist وما حكون political activist، وان شاء الله هاي السنه تكون السنه يلي